يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجنا لنزهة برية ثم تبين بعد ذلك أنها تبلغ مسافة قصر، فهل لنا أن نجمع ونقصر؟ سمعتم الجواب. إذا كنتم قاصدين المسافة وهي تزيد 80 كيلو أو أكثر تقصرون، أما إذا كنتم خرجتم ولا تدرون وين تذهبون بقريب ولا بعيد فهنا لا يباح لكم القصر لأنكم لم تنووا مسافة معينة. نعم.